اللي احنا عايزين نتكلم عنها قبل ما نبدا اتكلمنا على الارم ماتيريال بتاعتنا او هنتكلم لسه عن جزء منها. فاحنا كده جاهزين هنتكلم بقى عن ايه التكنيك اللي هنستخدمه. هل هو لاترال كومباكشن ولا فيرتيكال كومباكشن؟ تمام. وفيرتيكال كومباكشن دايما معاك ان الورم اني بحتاج استخدم الهيت فيل او بحتاج استخدم سيلمو باستسايز بكابيركا فيل. فكلمه ورم فيرتيكال كومباكشن ده لان انا بستخدم الهيت في التكنيك دوت. تمام. اما في اللاترال هو الهيت بتاعي بعمله حاجه واحده بس عشان اقطع الكابيركا، فهو ايه بيعتبر كولد تكنيك او تكنيك ما فيهوش فيه هيت ابلكيشن. طيب نبدا بالتكنيك اللي هو ايه الاشهر والاسهل واللي كلنا بنعرف نستخدمه في العياده اللي هو اللاترال كومباكشن. طيب اللاترال كومباكشن كلنا خدناه في الجامعه، ايه اللي ممكن تسمعه النهارده فيه او ايه او ايه الحاجه اللي كانت غايبه عنك فيه وما قالوهالكش في الجامعه او قالوهالك بس انت ما شفتهاش بالقدر الكافي؟ هحاول كده اسلط الضوء على شويه حاجات ونشوف اذا كان في حاجه وقعت مننا فيها او حاجه ما فهمناهاش فيه ولا لا. هو فكره الفيرتيكال اللاترال كومباكشن ان انا بعمل بحط ماستر كون او بحط كون فيت قوي على الابيكال سيرد بس على الاخر 3 او 4 مللي في الكلام فيت قوي عليهم قافلهم كويس جدا، دول اللي هم الابيكال ستوب بتاعتي، وبيعمل تاك باك او بيتاكد ان هو فيت قوي على الجزء دوت. فلما باجي اشده بيحصل ممانعه يبقى الابيكال سيرد بتاعي محترم. تمام. يفضل عندي شويه سبيس سواء بقى الكون بتاعي كان تبر كبير فالسبيس دي قليله قوي او كان تبر تو مثلا زي المانوال فايلز والمانوال كتابيركا فكان جنبه سبيس كبير هحتاج املاه، فابدا استخدم حاجه اسمها سبريدر او اداه معدنيه اسمها سبريدر فلات ما فيش فيها اي سريشن او كاتنج ايدجز، التب بتاعتها بوينتد عامله زي سن الابره عشان تقدر تعمل اختراق او تقدر تعمل انها تعمل تخلق سبيس وهي نازله، فبستخدمها وابدا انزل جنب الماستر كون واحط جنبه اوكزيلري كون واحد واثنين وثلاثه. طيب محتاج السبريدر ده يكون اكبر من الاوكزيلري كون بتاعي بسايز، تمام، علشان يوسع سبيس كافي ان اعرف ادخل الاوكزيلري كون اللي بعده. محتاج كمان اعمل كومباكشن لحد ما الكنال ما عادش ينفع ادخل فيها اي داتا بيركه اكتر من مللي او 2 مللي في الكنال، يعني السبريدر بتاعي هيجي هنا ويقف على 2 3 مللي بالعافيه ومش عارف يدخل ومش عارف يحط داتا بيركه. فاكمل بقى ان انا اسخن واقطع واروح جاي عامل كومباكشن فيرتيكالي بحاجه بارده او بظهر الانسترومنت اللي كنت بسخنها علشان اضمن ان اعمل هنا سيم كويس. طيب الحاجه اللي ممكن تكون بتقع مننا فين او الحاجه اللي ممكن تكون ما تقتلناش اكتر ان انا عمال اقول لكم انا عايز كومباكشن محترم، عايز كومباكشن محترم. طب الكومباكشن المحترم ده هعمله بالسبريدر العادي بس ولا محتاج حاجه ثانيه؟ السبريدر بتاعي اكبر من الجزيره بسايز بس ساعه ما احس انه ما عادش بيدخل ده مش معناه ان الكنال اتملت خلاص على الاخر، لسه في سبيسز ما حصلهاش كونسامشن بس السبريدر منه كبير شويه مش قادر يزق او مش قادر يدخل في وسط الجاتا بيركا او يزق الجاتا بيركا لاترالي ويدخل جنبها ويكريت سبيس. طب لو رجعت حد يسال حاجه؟ طيب لو رجعت وجبت سبريدر رفيع بس 10 او 20 ودخلت عملت بيه كومباكشن او عملت بيه لاترال كومباكشن هلاقيه راح داخل 3 4 مللي بعد ما كان السبريدر الاكبر ما بيدخلش تقريبا خالص. تمام. هلاقيه دخل ودخل اكتر كمان من 3 4 مللي ساعات وعملت سبيس ما كنتش عارف اخلقه. بعدين ارجع تاني للسبريدر اللي هو الكبير وادخل تاني في نفس الباسوين اللي خلقته الاقي ان دخوله بقى اسهل وبقى بيدخل مسافه اكبر وبيعمل لي كومباكشن اعلى. تمام. يبقى اعيد الخطوه دي تاني في الاخر او بعد ما احط 3 4 او سيلر كون ابدا استخدم سبريدر رفيع او سبريدر كبير عشان اخلق سبيس كافي ان انا ادخل كون واثنين وثلاثه تاني. ليه بقى الموضوع ده انا عايزه؟ لان الكومباكشن هنا كان لسه في اير فويد او اير بابل او لسه في سيكنس كبير من السيلر موجود ما تخلصتش منه. فانا قلت لك انا عايز السيلر بسيكنس يعني مفيش، عايز حاجه بسيطه جدا وعايز الكومباكشن بتاعي كله يكون تايت مفيش ما بينه اير فويدز مفيش ما بينه اي بابلز علشان ما يبقاش في عندي اي مكان يقدر يدوب ويطلع يدخل فيه بكتيريا بعد كده. طب لما انا كملت الخطوه دي شوف هنا بقى فت قوي ازاي لما انا عملت كومباكشن سبريدر رفيع او سبريدر كبير اي سبيسز حتى مهما كانت صغيره انا اتخلصت منها. فالكومباكشن بتاعي هنا اعلى ما يكون او اعلى حاجه اقدر اوصل لها. كمان لما بتيجي تعمل الكومباكشن او اللاترال كومباكشن سبريدر بيخافوا من الفرص العاليه ان تكسر الرود فيرتيكالي وممكن تكون حصلت معانا واحنا طلبه ان احنا نعمل كومباكشن زياده فانكسر الرود. طب السنه الاكستراكتد بتبقى بريتنج فقبل ما تتكسر بسهوله. تمام. لو انت عامل ميكانيكال بريبريشن اجريسيف قوي في الروت وارد ان ينكسر. طب انا قلت لكم لا ده احنا بقينا بنقلل الميكانيكال بريبريشن شويه او ما بنعتمدش على الميكانيكال بريبريشن قوي زي زمان، بقينا بنعتمد على الكيميكال كليننج اكتر.
فيبقى ايه الروت كانال بتاعي لسه عنده قابليه انه يتحمل الكومباكشن العالي ده وما يتكسرش. كمان لو انت السنه سبورتد في وسط بون وفي وسط بريدنشم ومش ماسكها في ايدك كده في الهواء برضه نسبه انها تتكسر هتقل كتير. فما تخافش قوي انها تتكسر، حاول تعمل فورس محترمه او فورس متوسطه وانت ماسك السبريدر علشان الكومباكشن بتاعك يكون في محله او الكومباكشن بتاعك ما يبقاش ضعيف وبالتالي يبقى عندك نسبه فيلير بعد كده. تمام، دي من الحاجات اللي انا بنتقدها سنجل كون اوبتيوريشن. يعني السنجل كون اوبتيوريشن قلنا ان دي كيس سنكشن وكلام سنكشن، مش بس اي كنال كده اعمل فيها ميكانيكال بروتري تنفع للسنجل كون. وبالتالي لو شفنا الصوره دي في كروس سكشن المقطوع ده شايف هنا كميه سيلر قد ايه وهنا كميه سيلر قد ايه. طب لو السيلر دوت ممكن يدوب بسبب لترال او اكسسري كنالز يبقى التكنيك ده كله على بعضه فيلير. فما ينفعش احط الماستر كون واقول ان ده تبر كبير وفت على الكنال وخلاص، يعني في حتت الريجولار انشيب واخده كيرفتشر شويه او واخده شكل شويه او السيلر دوت وانا بحطه بسنجل كون متدلع كده اللاترال والاكسسوري كنالز ما حصلش وش كافي من السيلر بتاعي فيها فما قفلتهاش كويس، يبقى التكنيك ده ايه؟ تكنيك خايب، تكنيك بعد شويه وهيفشل. ممكن تعمله في كنالز ضيقه ووسعتها زياده عن اللزوم او وسعتها بالقدر الكافي والكون فت فعلا على الكنال كلها وتستخدم باي سيراميك سيلر، ما تستخدمش سيلر بيحصل له شرينكج، ما تستخدمش سيلر الفلوبيلتي بتاعته قليله زي الاد سيلو وتقول ان هو كفايه، يبقى انت عايز سيلر ايه؟ يحصل له بكون واحد من غير كومباكشن قوي.